أحسن كان الهموم كلها شايلها هو هسي ذا الهموم كلها فيني أنا بيسألوا هسي ذاته هاي والله بوري ما الحاصل وعنده صور بطلع عليهم والله بنصحهم بقول لهم يا أخي أنا بس بقيت أمكم تتعلموا تقدروا تشيلوا حالكم لأني أنا لو بقيت ما في زول هاي أمكم بقول لي يا أمي أنا بقرب أعمل لي بجيب لك عربية كبيرة بكون بتبيع عدتك بوديكي ببني لك عمارة يعني طموحه عالية ما شاء الله Thank you.